احنا هون شمال بلدة قفين. قفين هي عبارة عن تجمع اقوى تجمع سكاني في مدينة طول كريم. قفين تعرضت بسنوات سابقة من مصادرة أراضي، وخاصة نذكر في العام 1948 قفين خسرت آلاف الدرومات من أرض زراعية الخصبة المشجرة بأشجار الزيتون، ومن ثم جدار في العام 2002 خسرت تقريبا قفين حوالي 5000 درهم خلف الجدار من أخصب الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون، وكذلك تقريبا ما يقارب حوالي 600-650 درهم أقيم عليه الجدار فصل عنصري كما تشاهدون بخلف الصورة. الجدار إن كان بال 2002 25/2/2003 كان منتهين من العمل في الجدار. الجدار أخذ من أراضي عكابة عزل وانبنى عليه 300 دلوم، عزلوا 2500 دلوم خلف الجدار، 80% من أراضي القرية خلف الجدار. إحنا لم يتبقى لنا إلا ما هو موجود بذيال المباني وما موجود بذيال المباني. الأراضي اللي انعزلت خلف الجدار هاي أراضي للمزارعين، مصدر رزقهم، معيشتهم فيها كانت، ولا زالت لحد اليوم رغم تدني مصدر الرزق بكون الجدار موجود. الجدار كان سلكي واليوم هيو بعملوا فيه باطون. أول إشي اللي هو الاقتصادي على المزارعين، إن كانوا مزارعين بيزرعوا أرضهم، إن كانوا بيجنوا من أرضهم، إن كانوا مربي ثروة حيوانية، كلياتهم اتضرروا بفعل الجدار. رغم كل الضرر إلا إن إحنا ثابتين ومستمرين بزراعة أرضنا والدخول لأرضنا. كل المعاناة اللي بعانونا إياها إن كانت من إعطائنا التصريح، من تأخير فتحة البوابة بالمواعيد المحددة اللي كانت تصل أيام لحديت ساعتين وثلاث ساعات وإحنا ننتظر حتى نخرج من جوا، وإذا لمنا نيجي نفوت يأخرونا نص ساعة وساعة تمنوا نفوت. ومع تغيير مواعيد فتحة البوابات اللي هي مثلا بتتم بأيام الصيف، إحنا ديما كمزارع منحب كديش أقدر نفوت على أرضنا في ساعات الصباح مشان الواحد يقدر يجني كديش بقدر. هم بتعمدوا يأخرون الوقت مثلا بالصيف للساعة 8، الساعة 8 تبقى صلى الشمس طالعة 4 ساعات. شو بده يعمل المزارع في الفترة يفوت في الحم؟ ما بيقدر يجني الكميات اللي بجنيها في فترة البراد. وبدي ارجع لك يعني في كل العالم، في كل الدول اللي محيطة بالذيالنا في بيعملوا بفترة الصيف توقيت صيفي. ليش؟ مشان الساعة البدرية هاي اللي يخشوها، مشان الناتج يبقى أكبر. بالعكس هم بدمروا فينا بهذا الحكي كلياته. إن أنطاني تصريح، التصريح لسنة ولا لسنتين ولا لشهرين ولا شبه ذلك، فبعد ما يخلص التصريح بدي فترة تمني أخذ التصريح. إذا أبكى زارع بدي روح علي المزروع، إذا أبكى مهيئ حالي للزراعة بدها تروح علي. فجميع الجهات أنا خسران. إحنا لنا حوالي 60 دلوم أنا وعمامي يعني. وهي الأرض طبعا إحنا هاي أنا إلي شهرين طبعا معيش تصريح نهائيا، أعطونا تصريح 3 شهور للزيتونات خلصنا. لما راح التركتر يحرث على الزيتون اتصل علي قلت له معيش تصريح. الكسف بتعرف الزيتون بنكبه بنسويه كله في الأرض، والله ما حرث. وقدمنا تصريح ويوم لا، وبدنا مسح للأرض وبدنا كذا وبدنا كذا. هذا الحكي مش صح. احنا بنطالب الارتباط، بنطالب السلطة، بنطالب ابو مازي، بنطالب الكل انه يا عمي احنا ما بدنا بفيدنا الكلام هذا، حكي فاضي. هذا الكلام انتهى. لازم يكون هناك يعني ردات فعل قوية، مش قصة انه يمنعني انا افوت على ارضي. بالتالي يعني هذا مش حق المستوطن ولا حق اليهودي ولا حق نتنياهو ولا حق اي بني ادم يمنعني افوت على ارضي. نزد عيسى احنا نمتلك حوالي 800 دلوم، بنتغلب تاني نوصل اراضينا كلياتنا. الاراضي كلياتنا معظمها انحركت ومعظمها مش عارفين نشتغل يعني بيها كلياتهم، بعيدة علينا صارت يعني المشوار علينا كثير، ومعنا كثير يعني للناس هناك. معظم الاراضي كلياتها بتنحرك. امبارح حوالي 10 او اكثر من 10 اخذوا تصريحهم واطلعوا من هناك. انا يعني كنت هناك موجود، اخذوهم قالوا لهم انتوا فاتين على اسرائيل. هم ما فاتوش على اسرائيل، باكوا بالزيتون تاعهم يعني. انا كنت موجود عندهم وشفتهم يعني. انا كمان عيت تركته ليه
وفايت احرث الارض تاعتنا. فمعاناه شديد يعني كثير كثير. بيجي لك يعني شفت جديد ما بيعرف مثلا انه احنا لازم نفوت من باب غربيه ونيجي على اراضينا. شكرا. احنا فتنا من فتنا على باب غربيه، كنا احنا رايحين على اراضينا يعني من محسوم فايتين على اراضينا يعني. ما بدنا الله والصبر يعني مع هالاحتلال.